اهلا بكم حبايبي طلبات الصف السادس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا يا اولاد ليسون 4 في كونسبت 42 ريديوسينج ووتر بوليوشن، يعني تقليل تلوث الماء. ترو اور فولس، هابيتات ديستراكشن، تدمير الموطن مي هابن ديو تو ذا ناتشورال تشينج اونلي. تدمير الموطن ممكن يحدث بسبب التغيرات الطبيعيه فقط، لا ما فيه هيومن اكتيفيتيز. اتنين، human activities can destroy habitat. اهو جت لوحديها، انشطة الانسان ممكن تسبب تدمير للبيئة. In this activity we will study the reasons which causes water pollution and how preventing them. احنا هندرس في هذا النشاط ازاي اسباب تلوث الماء، اوكي، and how preventing، وازاي نمنع هذا التلوث. The human population is constantly increasing، يعني تعداد السكان دائما بشكل مستمر بيزداد. That leads to increase the number of industries، ده بسبب زيادة عدد الصناعات which use water، اللي بتستخدم المية. And also increasing the rate of water pollution، الناس بتكتر، صناعاتها بتزيد، بتستخدم مية أكتر في الصناعة، ده بيسبب تلوث الماء. الجزء اللي بعد، methods of reducing water pollution، طرق تقليل تلوث الماء. نقلل تلوث الماء ازاي؟ عن طريق كذا نقطة. النقطة الأولى، applying law is most effective way، يعني ايه؟ تطبيق القوانين عامل أو طريقة مؤثرة وهامة جدا to prevent water pollution. يعني مثلا في قوانين حازمة ان محدش يرمي اي قمامة في الماء، فاهمين؟ لو حد عمل كده يبقى يطبق على القانون. تطبيق القانون يقلل من تلوث الماء. اتنين، there are many other ways to reduce water pollution، هناك طرق لتقليل التلوث، زي مثلا treatment of sewage، علاج مياه الصرف، بدل مياه الصرف بدل ما تتصب في المية هتلوث المياه بشكل رهيب جدا، بيعملوا عملية تريتمنت، علاج ليها، اوكي، ممكن يستخدموها في الزراعة او الصناعة. keeping green area، الحفاظ على المناطق الخضراء بشكل كويس، ده يقلل من تلوث الماء. using suitable amount of fertilizers، استخدام كميات مناسبة، اوكي، من الأسمدة الكيميائية. اللي بعده، getting rid of trash in correct way، تخلص من القمامة بطريقة صحيحة، ما ينفعش نرمي الزبالة في الماية، سامعون. using soil fences، يعني التربة بيبقى حواليها أسوار عشان لما نسقيها وفي بعض المبيدات الحشرية مثلا ما تتسربش لمنطقة تانية. and sedimentation ponds، برك في اسمها برك رسوبية، فاهمين يا أولاد؟ الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتقلل من تلوث الماء. controlling air pollution، التحكم في تلوث الهواء. ذات بروديوس، اللي بتطلع تلوث الهواء اللي بيطلع من السيارات والصناعه، كان ريديوس، ممكن ده يقلل من ووتر بوليوشن. طب ايه يا مستر اللي جاب تلوث الهواء لتلوث الماء؟ ما دي حته ودي حته. اقول لك لا، ما الغازات اللي طالعه دي كلها غازات سامه، لما تنزل الامطار تدوب في الامطار وتكون حاجه اسمها اسيد رينز، امطار حمضيه، لما تنزل على التربه تلوث التربه وتؤثر على النباتات، ولما تنزل على الميه تلوث الميه وتؤثر على الاسماك. اوكي، فاهمين يا ولاد؟ اوكي، اللي بعده، اللي بعده يا ولاد، في ملاحظه جميله، يقول لك ايه؟ preventing water pollution، يعني منع تلوث الماء، is more effective than cleaning up pollution، يعني الافضل ان احنا نمنع التلوث افضل ما يكون في تلوث واحنا نبدا ننظف الماء من التلوث، فاهمين يا ولاد؟ true or false، using large amount of fertilizers decrease the rate of water pollution، غلط، يعني استخدام كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية ده بيقلل من معدل التلوث، غلط. Air pollution doesn't affect on water، تلوث الهواء لا يؤثر
على الماء. غلط، بيأثر. Controlling air pollution، التحكم في تلوث الهواء الناتج من الكارز، ها، كان ريديوز، ممكن يقلل من الوتر بوليوشن. ترو، اخر صفحه في المنهج، في الاخر نحل الاسئله والموديل، وبعد كده ندخل على المراجعات ان شاء الله مع بعضنا يا محترمين. اخر جزئيه ستيم ان اكشن. هيلثي سويل، التربه الصحيه از امبورتنت تو مينتين هيلثي ايكوسيستم. طبعا مهم قوي للحفاظ على نظام بيئي صحي. As the soil keep the life on earth، التربة دي بتحافظ على الحياة على سطح الأرض. All living organisms depend on soil to get their needs، يعني ايه؟ كل الكائنات بتعتمد على التربة عشان تحصل على احتياجاتها. النباتات بتعتمد على التربة، الحيوانات بتعتمد على النباتات، البشر بيعتمد على الحيوانات والنباتات، فلو مفيش تربة مفيش حياة. هيومن لايك اول ليفنج اورجانيزمز، الانسان زي باقي كل الكائنات الحية نيد شيلتر، يحتاج الى شيلتر تو سرفايف، بس ذا بروسيس اوف ميكينج بيلدينج ماتيريال كان كوز بوليوشن، يعني عملية ميكينج بيلدينج ماتيريال، عملية صناعة المواد اللي بنبني بيها، ها، ممكن تسبب تلوث، which damage the environment، اللي بيعمل ايه؟ اللي بيدمر البيئة. احنا بنبني بيوتنا منين؟ من البريكس. يقول لك harms of traditional، الحجارة دي او الطوب ده اسمه traditional bricks. اوكي؟ traditional يعني تقليدي، بريكس يعني طوب. soil scientist، علماء التربة and engineer، والمهندسين هوب بيعملوا، عندهم امل to stop depending on traditional brick، نفسهم يبطلوا الحجارة دي طوب ده في استخدام للبناء and concrete والخرسانة. ليه؟ because you cause، لان دي بسبب harms of the environment، ضرر للبيئة. طب ليه يا مستر بيسبب ضرر للبيئة؟ قال لك البريكس must be burned، البريكس ده عشان يتعمل لازم يحرق في درجة حرارة أعلى من 1000. The ingredient، ومكونات الاسمنت، must be cement، must be burned at 1450. يبقى الحجارة دي بتسخن لدرجة أعلى من 1000، والاسمنت بيتكون في درجة أعلى من 1450 درجة مئوية. ها؟ So the manufacture of bricks and cement، صناعة الطوب ده والاسمنت require، خلي بالك بقى من دي مهمة جدا، require بيتطلب a lot of energy، طاقة رهيبة جدا، and produce a lot of pollution، كل ما صنع الطوب نتيجة الاحتراق الرهيب ده بيطلع غازات رهيبة جدا بتلوث الهواء. طيب using soil to build sustainable homes، استخدام التربة لبناء منازل مستدامة. قالك ساينتست ترانسفور، العلماء بيحولوا السويل انتو بيلدينج ماتيريال، لمواد للبناء. هوير زي اد، بيضيفوا كيميكال تو ذا سويل ذا تيرن ذا كلاي اوف سويل، بيجيبوا التربه، بس بيجيبوا الجزء الداخلي من التربه، ها، الكلي ده، ويضيف عليه مواد ايه؟ مواد كيميائيه، فيحولوه لماده سبستانس لوك لايك جلو، تشبه ايه؟ الجلو، الجلو اللي هو زي الغراء. اوكي، which bind the material together، فاهمين يا ولاد؟ الماده اللي هي الجلو دي، اوكي، بتعمل ايه؟ زي الصبغه كده، بتعمل ايه؟ بتعمل، بتربط مكونات المواد مع بعضيها. this glow like substance is made by، دي بقى بتصنع عن طريق الكيميكال تشينج of the soil، بس انا جزء في السويل. in this process العلماء don't use the topsoil، مش بيستخدموا التوبسويل، which is used for agriculture، but they are use the subsoil، دي نقطة مهمة برضو، مش بيستخدموا الطبقة الخارجية الهامة للزراعة، ولكن بيستخدموا طبقة من الداخل اسمها subsoil. اوكي، which is found beneath the topsoil، الموجودة اسفل التوبسويل، that is available around the earth، دي متاحة حوالين الأرض. the new substance is used to build sustainable home،
دي هذه المادة الجديدة بتستخدم لبناء بيوت أكثر استدامة instead of traditional bricks. آخر حاجة true or false, the process of making a brick and the concrete causes a lot of pollution. طبعا true, عملية صناعة البريكس والكونكريت يؤدي إلى التلوث. Scientists use the top soil for making glow-like substance. العلماء بيستخدموا التوب سويل, لا بيستخدموا السب سويل. Bricks must be burned. البريكس لازم يحرق at 100, لا at 1000. يبقى فولس. فاهمين يا ولاد؟ كده الدرس كله خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم يا محترمين, وربنا يوفقكم, والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.